السلام عليكم البنات، اليوم جيتكم بواحد الوصفه جد هائله ورائعه وبنينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها. هي ديال بريوات سيجارات ديال الجبن. بغيتو ديروهم بريوات ديروهم بريوات. كنحتاج فيهم واحد العلبه ديال الجبن 300 غرام، واحد شويه ديال الجبن محكوك غريير، يعني الفرماج الاحمر كما نقولوا تاع الكره. عندي واحد الباكيه ديال صدر الديك الرومي مدخن مقطعه الى قطع صغيره. عندي خمسه الفرماجات عاديين مثلثات كما بغى يكون نوعها. عندي واحد المعلقه ديال مايزينا، وعندي بياض بيضه وحده، وعندي واحد المعلقه ديال القشده الطريه. اما فيما يخص التوابل غادي نديرو فيه واحد شويه ديال الثومه يابسه بودره، واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال الابزار الابيض، شويه ديال الزعتر البنات، وشويه ديال الاعشاب الامريكيه من المنسمه، وشويه ديال السودانيه. يلا معايا البنات نخلط هذا الشيء كامل وانتم معايا. اذا غادي نوضعوا اولا وقبل كل شيء غادي نوضعوا الجبن. هو الاول نفتته، الجبن هو الاول نفتته البنات، استسمح. الا كنتو كتسمعوا شي صداعات ديال التقرقيب، وراه ضروري غيكون تقرقيب ديال الماعنة، حنا في كوزينه ضروري البنات ضروري، ما يمكنش نديروا الشغل بلا تقرقيب. اذا غادي انا بعصت هاد الجبن هذا، غادي نزيد له الفرماج المثلث. صدقوني البنات راه كيجي غزال بنين، هاد البريوات هادو رائعين. غادي نقول لكم علاش درت له بياض البيض وعلاش درت له المايزينا باش ما يطرطق لكمش في الفران او في القليان كما بغيتوا تاكلوه. يا ديروا، انا اغلبيه كنديروا في الفران ما كنقليهش، وانتم لكم حريه الاختيار، بغيتوا تقليوه في الزيت او لا ديروه في الفران. وانا كنصحكم ديروه في الفران افضل، كيجي مقرمل وغزال، وممكن ايفيتيو بزاف الزيوت الدهنيات، هو اصلا راه فيه. اذا خلطت هذا، دابا غادي نخلط نزيد واحد المعلقه ديال القشده الطريه، حيت القشده الطريه كتعطي واحد البنه زوينه البنات. ها نتوما شحال درت؟ قليل، ماشي بزاف، ما قنعتنيش، غنزيد شويه. شحال زدت؟ شوفوا البنات، يعني معلقه عامره، انا درتها مبلوله خاويه شويه، دونك زدت. غادي نزيد يلا البنات نخوض كل شيء هاد المقادير ونرجع لكم. يلا ونرجع لكم بعد ما نخلط هاد الشيء. وهانتوما البنات قلت لكم انا جبت الورقه صغيره وقطعتها على جوج باش يجوني قنينطات صغير، يعني يجوني سيجارات صغيره بلا ما تدهنوها البنات. الحرشه لداخل جايه، الحرشه لداخل جايه رطبه على برا بلا ما تدهنوا، لان هذا راه فيه الدهنيات. صافي كنبدا ندير هكا، نهز بصبيعاتي ونعمر. بغيتو ديروه كبير ديروها في وحده، انا غادي نعطيكم جوج ديال سميتو، كنديرهم انا صغير ولينا هكذا باش كيجيو زوينين. صافي بغيتي تدهني بزبيده دهني بزبيده باش يلصق. اي فوالا، هانتوما البنات هادو سيجارات. دابا نزيد وحده قدامكم عاوتاني، الجهه الحرشه لداخل الجهه الرطبه على برا. كنهز عاوتاني بصبيعاتي وكنبدا نجيبو في الوسط ونبدا نقادو البنات الحجم اللي بغيت. انا بغيتو طويل نطولو، بغيتو قصير نخليه قصير. ضروري تكون واحد الكاغيط باش تمسحو يديكم وديرو. فوالا كنقاد كنعاود كندخل هاد الجنيوحات هكذا، وكنتني هنا كندير شويه ديال الزبيده. فوالا
كنكوروه غير بلاتي عليا ما عندي منا نخاف، كنحطو حيت هادو غادي يديرو في الفران. بغيتو هالبنات حبات كبارين يجوكم طوال كما بغيتو، غادي نعطيكم ندير قدامكم وحده طويله حيت انا غندير شويه طويله شويه صغير. تحاولوا كي تكونوا تحلوا في الورقه حيت راه راكم عارفين الورقه. دونك الرطبه لداخل لبرا والحرشه لداخل، هذه كنقولها بالنسبه للبنات المبتدئات اللي كيعرفوش مساكنات، يلاه تزوجوا يلاه خصهم كيتعلموا بشويه بشويه عليهم، كلشي غادي يجي بالوقت. اذا كنطول هذا باش كيجيني السيجار طويل، وكنقلب كومسا كندير له جوج دورات باش ما يطرطقش البنات وما يتحلش وما يخرجش الجبن على برا. صافي وكنبقى نطوي كنطوي وكنزير كنطوي وكنزير كنطوي وكنزير باش كيجينا معوض وكيجي مقاد، فهمتوا؟ فوالا هادو سيجارات طوالين، الا بغيتو ديروهم هكا يمكن لكم ديروهم هكا عليهم منظر زوين، يعني تا هادوك طوالين هكذا عليهم منظر زوين، هانتوما البنات. اذا غادي نكمل وغادي نرجع معاكم، وهاني رجعت لكم البنات باش نوريكم شحال خرج شحال خرج لي هذاك الشيء اللي كنت درتو، ها شحال خرجني داك المقادير تبارك الله. وها كيف كيف جات الوصفه، كنتمنى تجربوها وتمتعوا بالمذاق الجميل جدا. وتا هذا كما قلت لكم زدت لهم الاضافات بزاف انا اللي زدتهم، وغادي نقدم لكم الفيديو المقبل ان شاء الله بريوات بالجبن حلو. يلا لنا موعد قادم، الى اللقاء، السلامة، يلا باي باي عليكم البنات.